بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم في حلقة جديدة من تشريح القوائم في الخيل. احنا انتهينا في الحلقات الماضية من تشريح القائمة الأمامية والقائمة الخلفية، وفي الحقيقة تبقى جزء وهو جزء مهم جدا، هو بيدرس تبع الانتجومنتري سيستم أو اللي هو الجلد وما يتعلق به. هذا الجزء هو الحافر أو الهوف. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الهوف بشيء من التفصيل، بحيث إن احنا نعرف أهميته ونعرف أجزاؤه وهكذا. فهنبدأ إن شاء الله بالحافر. الهدف من المحاضرة أولا إن احنا نشعر بأهمية القدم بالنسبة للخيل. تاني حاجة ان احنا عايزين نعرف الاجزاء العظمية او السكيلتون اللي هو بيكون هذا الحافر وبيدعمه. والحاجة التالتة هنتعرف على اجزاء بقى الحافر بالتفصيل، ونشوف بعض الامراض اللي هي بتصيب الحافر في الخيل، سواء كان اكواين هورس او دونكي او ميول، ونعرف ازاي الدم بيرجع من الحافر الى الدورة الدموية مرة اخرى والميكانيزم في كده. طبعا اول حاجة، هناك مقولة شائعة اللي هي no foot no horse، يعني لو مفيش عندي اقدام جيدة في الخيل فالحصان يعتبر يعني ليس له قيمة وليس له فائدة. ومن هنا بدأت الأبحاث والأطباء البيطريين ومهتمي ومربي الخيل بالاهتمام بالحافر، وبعض الناس ألفت كتب زي هذا الكتاب اللي أمامنا على الشاشة بعنوان No Foot No Horse، نظرا لأهمية الحافر في الخيل. يعني طبعا احنا بنقول كلمة فوت على الحافر وما بداخله، يعني يطلق على الهوف وما بداخله من تراكيب الفوت. في البداية هنرجع للمرحلة بتاعة تكوين الجنين. الصورة اللي امام حضراتكم دي لهورس فيتس، عمره 3 اشهر، طوله حوالي 12 سنتي، موجود بداخل الامنيوتيك فلويد. هي ملاحظة بسيطة ان في هذه الصورة، على الرغم من ان هذا الجنين لم يتكون بدرجة كاملة، مفيش شعر لسه تكون فيه وفي اجزاء كثيرة لسه ما تكونتش، الا ان الحافر زي ما حضراتكم شايفين في الصورة متكون وباين عندنا هنا الحافر ده، وكما لو كانت دي اشارة او دلالة على اهمية الحافر للخيل في المستقبل ودوره العظيم لهذا الحيوان. طبعا الحافر اللي بيتكون أثناء فترة الحمل ويولد به الحيوان، هذا الحافر بيبقى طري وبنسميه ديسيدوس هورن كبسول، يعني المحفظة بتاعته ديسيدوس لأنها هتنفصل، يعني كلمة ديسيدوس يعني تو شيد اوف، هتنفصل، لأن أول ما الحيوان بيتولد ويبدأ بيحاول يقف على رجليه في خلال الثلاث أربع يعني أيام الأولى بيكون إيه انفصل هذا الإيه الكبسول أو هذه المحفظة اللي بتبقى موجودة للحافر. ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالأم، لأن لو الحافر ده طالع بالشكل الطبيعي بتاعه هيطلع ويجرح الغشاء المخاطي للرحم المبطن للرحم أو للجهاز التناسلي للمير أثناء الولادة، ولكن بيبقى مغلف بهذه المحفظة، وهناك خط فاصل يعني في مكان معروف ربنا سبحانه وتعالى محدده مسبقا، بأول ما بيتولد الحيوان في الأيام الأولى بتنفصل منه هذه الكبسول وتقع، ويبدأ الحيوان يمشي على الحافر اللي هو الجديد بتاعه بقى اللي هيتحمل الأرض والأجزاء الصلبة. الحافر في الحقيقة لما نيجي نشوف الاستراكشر بتاعه أو التركيب،
بنقول the hoof is a modified skin، الحافر ما هو إلا جلد ولكنه جلد متحور. بيتكون الجلد بصفة عامة من طبقة epidermis و dermis و subcutaneous tissue أو subcut. الديرمس طبقتين، stratum corneum اللي هي الطبقة اللي هي non living اللي هي بتبقى غير حية، و stratum germinativum اللي هي living layer او البيزل لاير اللي بتبتدي تتكون الخلايا الحيه. وبعدين في عندنا طبقه الديرمس وفي طبقه السب كاتس او السب كوتينيوس لاير. دي بصفه عامه الجلد. نفس الكلام بينطبق على الحافر، ولكن في هنا ايه بعض الموديفيكيشن اللي هنتعرف عليها في دراسه هذا الجزء. قبل ما نبدا نشوف تركيب الهوف، هنبدا نشوف السكيلتون اوف ذا هوف، ايه الهيكل العظمي اللي هو موجود بداخل هذا الحافر. لو بصينا على الشاشه هنلاقي في عندي طبعا هنا، لو انا جيت رسمت الحافر على الصوره دي بلاقي ان بيبقى في المنطقه دي كده هنا الهوف، وبداخله الديستال اند بتاعت بي 2 دي طبعا الفيرست فالانكس اللي هي بي 1، وهنا بي 2. فهنا مش بي 2 مش كلها داخله جوه الحافر، انما النهايه السفلى لها بي 2 والنافيكولار بون وبي 3 اللي هي الثيرد فالانكس. يبقى بي 2 الديستال اند بتاعتها والنافيكولار بون. ولو جينا بصينا على هذا الساجيتال سيكشن هلاقي ان بي 3 كلها موجوده عندي اهيت دي بي 3، وزي ما قلنا ادي الحافر لغايه هنا كده، فبلاقي معايا جزء من بي 2 وبالاضافه الى النافيكولار بون. يبقى دول ثلاث اجزاء اساسيه في السكيلتون بتاع الهوف. هما في الحقيقه خمس اجزاء. الخمس اجزاء احنا قلنا نهايه بي 2، بي 3 بالكامل، النافيكولار بون اللي هو الديستال سيسامويد بون، وعندي اثنين كولاترال كارتلجز او بقول عليهم لاترال كارتلجز، واحده يعني من الجانبين يعني في كل ايه في كل هوف. ده بلاستينيتد سلايس، عينه معمول لها بلاستينيشن للمنطقه بتاعت الفوت، فبلاقي في عندي زي ما احنا قلنا بي 3 ونهايه بي 2 والنافيكولار بون. يهمنا ان احنا نلاحظ ازاي الوضع الطبيعي لبي 3، يعني شوف هنا ازاي ان البرايتال سيرفيس او السطح الجداري لبي 3 ازاي ان هو بيبقى موازي لجدار الايه الحافر من بره، لان هنشوف بعد كده ازاي ان في بعض الاحوال المرضيه ازاي ان بي 3 دي كلها ممكن تلف وتبتدي السنه بتاعتها دي او النهايه بتاعتها او الجزء الامامي بتاعها يبتدي يلف وينزل هنا تحت كده ويضغط على السول او المنطقه اللي هنتكلم عنها الان. ما زلنا بنتحدث عن السكيلتون اوف ذا هوف، وبرضه دي لقطه ثانيه ساجيتال سيكشن بيبين لي بي 3 اللي هي سي ديت بي 3، وبيبين لي الديستال سيساموييد اللي هي النافيكولار، وبيبين لي نهايه بي 2. دول اللي داخلين في الايه في الحافر هنا اهو، واللي على الجنب دي هي دي اللاترال كارتليج. لاترال كارتليج والنافيكولار قلنا عليها. طبعا هنا المفصل ده اللي هو موجود عندنا هنا ده مفصل الكافن جوينت اللي هو هنا، كل ده مفصل الكافن جوينت او الديستال انتر فالنجيال ارتكوليشن، وهنا النافيكولار، وبعدين بيبقى بين النافيكولار والديب ديجيتال فليكسور تندون هلاقي في عندي هنا في بيرزا اللي انا بسميها النافيكولار بيرزا، وده جزء من الدي دي اف تي اللي هو النهايه بتاعت الديب ديجيتال فليكسور تندون، وهو جاي يمسك في الايه في الثيرد فالانكس هنا من تحت، فبيعدي على الايه على النافيكولار بيرسا، وتعتبر النافيكولار هنا زي البكره هي اللي ايه بتحركه او هو بيتحرك عليها. دي لقطه للهوف وجواه بي 3.
هنا دي عبارة عن بي 3، والجزء اللي هنا ده اللي هو الاكستنسور بروسيس اللي بيمسك فيه الكوماند ديجيتال اكستنسور تندون في الفور او اللونج ديجيتال اكستنسور تندون في الهاين. وهنا ده اجزاء من الكارتليجز، الكارتليج بتبقى موجوده على الجناب من هنا كده شكل المعين، هنشوف لها لقطات تانية موجوده هنا كده من الجنبين. ده منظر دورسال فيو، منظر من فوق على الحافر وبداخله ايه بي 3. ده منظر خلفي يعني بالمر او بلانتر تبع اذا كان هذا الحافر للقدم الاماميه او القدم الخلفيه، برضو بيبين لي السكيلتون. واحنا قلنا هنا ادي دي بي 1 وبي 2 وبي 3. بي 3 بالكامل كلها جوه الحافر، دي النافيكولار بون اهي، النافيكولار بون موجوده برضو بالكامل جوه الحافر، وهنا النهايه بتاعت ايه بي 2. يبقى كل ده هيبقى موجود داخل الهوف. المنظر الخلفي هنا وباين عندي الدي دي اف تي اللي هو الديب ديجيتال فليكسور تندون، ديب ديجيتال فليكسور تندون، وهو جاي يمسك في الفليكسور اريا، المنطقه اللي هنا دي بسميها الفليكسور اريا، واللي باينه قدامنا زي الوساده دي اللي هي النافيكولار بيرسا. النافيكولار بيرسا بتبقى بين النافيكولار بون وما بين الدي دي اف تي، ما بين النافيكولار بون وما بين الدي دي اف تي. وطبعا دي عباره عن السسبنسور ليجامنتس اللي هي معلقه النافيكولار ايه بون من الايه من الجلبين من الجانبين في بي 1. اللاترال كارتليجز اللي موجوده عندنا زي ما قلنا هي بتبقى موجوده فوق البي 3 من على الجانبين، وبتبقى رومبويد يعني شكل معين او ريكتانجولر او مستطيله الشكل الى حد ما، وبيمتد جزء منها يعني جزء كبير في الحافر، وفي جزء ثاني بيمتد فوق الايه فوق الحافر في منطقه الايه الكورنت. وهنعرف ونتكلم عن هذه الايه الكولاترال كارتليجز او اللاترال كارتليجز، وقلنا كل حافر فيه اثنين لاترال كارتليجز. اخده منظر ثاني ليها لللاترال كارتليج اللي هي قدامنا اهي، وباين الشكل بتاعها ان هي رومبويد ان شيب، وطبعا بتبقى متثبته كويس قوي مع بي 3 بليجامنتس ومع باقي الايه مع بي 1 والفلانجيس عموما، ومتثبته كمان في مكانها بحاجات تانية هنقول عليها لما نيجي نتكلم على الديرمس او الكوريوم في الهوف. هنا دي لقطه برضو بتبين لي اللاترال كارتليجز وازاي ان هم ماسكين في البالمر بروسيسز هنا كده، موجودين فوق البالمر بروسيسز او البلانتر بروسيسز في حاله الهايند، وشكلهم رومبويد ان شيب. اللاترال كارتليج بنتكلم عنها ان هي من ضمن الحاجات المهمه قوي في في الكونكشن يعني ابزوربنج ميكانيزم، ازاي ان هي بتمتص الصدمات وليها دور مهم قوي في ترجيع الدم او الفينوس ريتيرن الى القلب، هنتكلم عنه في اخر الحلقه. ولكن زي ما لها دور مهم في الحقيقه لها برضو مشاكل في الخيل. اللاترال كارتليج زي ما احنا شايفين مكانها هنا في الحيوان الحي بيبقى فيه جزء جوه الحافر اللي هو هنا ده، وفي جزء بيطلع فوق الايه الحافر هنا، وبقدر احسه في الحيوان وهو حي، اقدر امسك واتحسس هذا الايه الجزء بتاع اللاترال كارتلج. مشكله اللاترال كارتلج ايه؟ ان بيحصل لها ساعات في بعض الاحيان ممكن يحصل لها اوسيفيكيشن، يحصل لها عمليه تمعظم.